أهلا بحضراتكم من جديد، ونروح لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي وآخر الاستعدادات للموسم الجديد مع فريق 2003، مباراة ودية أمام فريق النصر بملاعب الناشئين بمدينة نصر، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1. نروح نشوف أهداف اللقاء. عايز ارجع مع حضراتكم على الهدف الاول. الهدف الاول مباراه الاهلي والنصر 2003، هدف حلو جدا من اللاعب ميدو نبيل. وميدو نبيل افتكروا الاسم ده معانا، لاعب موهوب داخل فريق 2003. هنروح نشوف مع بعض الهدف تاني، يا ريت مخرجنا محمد دكرور يعرض لنا الهدف. هدف حلو جدا. اول حاجه ميدو نبيل يعني لاعب بيلعب برجليه اليمين، لكن هنا فتح مساحه التسديد على رجليه الشمال، سدد كانه بيلعب بالظبط برجليه اليمين، حطها بمهاره عاليه جدا، مهاره التسديد، وفي زاويه صعبه جدا على حارس المرمى. شفنا ميدو نبيل تاني، الهدف تاني يا ريت نعيده مره تانيه. هدف من الاهداف الحلوه. استلم الكره في نص الملعب ورايح عايز يفتح لنفسه زاويه عشان يسدد فيها، روغ اللعيب وبعد كده راح سددها بقوه على يمين حارس مرمى النصر. من الاهداف الحلوه جدا، وزي ما بقول لحضراتكم افتكروا معانا اسم ميدو نبيل داخل فريق 2003.